السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الصف الثاني، أهلا بكم مرة تانية مع حل التدريبات الدرس السابع. تعالوا يلا نتأكد من الحلول اللي احنا حليناها ونشوف يا ترى حلينا صح ولا غلط وتفكيرنا كان صح ولا غلط، ونتأكد فهمنا الدرس ولا لا. طبعا الكلام ده موجود في صفحة 82 حبايبي. طبعا أول كلمة معانا هي كلمة كوين، كوين حبايبي يعني عملة. اللي بعدها توي، وتوي حبايبي بمعنى لعبة. واللي بعدها كلمة بوي، وبوي حبايبي بمعنى ولد. واللي بعدها كلمة بوينت، وبوينت حبايبي بمعنى يشير. لاحظ بقى كل ده الصوت بتاعنا، اوي اوي، كوين توي بوي بوينت. تعالوا يلا نشوف السؤال التاني، بيقول listen and circle the old sound. تعال بقى نطلع الصوت المختلف، بوت توي بوي. هتقول له اه يا مستر ده اللي احنا خدناه توي اند بوي، لكن ده بوت ده لونج او، يبقى ده اللي مختلف يا مستر، ده اللي هحط عليه دايره. نمبر 2 soil coin kite، هتقول له ده اوي اوي اي، يبقى على طول هحط دايره على كايت، كايت حبايبي بمعنى طياره ورق. تعالوا نشوف يلا السؤال الثالث، بيجيب لي كلمات وبيقول لي حط الكلمات دي تحت في الجمل، يبقى لازم احفظها كويس واقراها كمان كويس وترجمها كمان كويس. عندنا كلمه اويل سويل بوي، اويل حبايبي بمعنى زيت، سويل حبايبي بمعنى تربه، وبوي حبايبي بمعنى ولد. بيقول لي is there a coin in the، بيقول لي هل يوجد عمله في، دي ايه دي؟ هتقول لي التربه. طب التربه اسمها ايه؟ هتقول لي سويل اس او اي ال. طيب تعال نشوف الجملة التانية، بيقول the A has a toy. the A ايه ده؟ مين ده؟ هتقول لي ده ولدي، يبقى هتقول لي the boy. the boy has a toy، يعني الولد معه لعبة. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال الرابع اللي بيقول لي رتب يلا الكلمة. عندنا أول كلمة برافو عليك، oil او اي ال، لازم خط يبقى كويس حبايبي، اكتب على السطور. اللي بعدها طبعا soil، وسويل حبايبي بمعنى تربة. اللي بعدها كوين، وكوين حبايبي بمعنى عملة. واللي بعدها بوي، وقلنا بوي حبايبي بمعنى ولد، تاني بوي بمعنى ولد. تعال نشوف حبايبي يلا صفحة 83. طبعا بقول المفروض ان انا بختار الحروف الناقصة وبعدين بكتبها تحت. عندنا الكلمة دي اسمها ايه؟ هتقول توي، يبقى احط دايرة على الاو واي واكتب هنا توي. طيب هنا دي اسمها ايه؟ هتقول اويل، يبقى ناقصة الاو والاي. طب هنا the point يشير، يبقى ناقص ال O وال I. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال الخامس، يا ترى دي soil ولا oil؟ هتقولي لا يا مستر دي soil. طب نمبر 2 يا ترى دي toy ولا coin؟ هتقولي لا يا مستر دي coin. تعالوا يلا نشوف السؤال السابع اللي بيقول لي اكتب الكلمات دي يلا اللي كلها فيها صوت ال O. هتقولي ده boy، وboy حبايبي بمعنى ولد. طب الكلمة دي هتقولي oil يعني زيت، عايزك تقلد خطي وانا بكتب. طب دي كوين، يعني عملة. شوف حبايبي بين السطور لازم اوصل بين السطرين. طب ودي هتقول لي توي، وتوي حبايبي بمعنى لعبة. طيب تعالوا نشوف يلا السؤال اللي بعده، المفروض ان انا بستمع وبعدين بحط دايرة على الكلمة الصحيحة. توي فين التوي؟ هتقول لي اخر واحدة. طب فين البوينت يشير؟ اهي يا مستر الاولى. تعالوا يلا حبايبي نشوف تدريبات الدرس الثامن. طبعا اللي كنا اتكلمنا فيه عن المواد الخام، وكمان ازاي نقول ان في اشياء بتصنع من المادة، قلنا is made of و are made of. تعالى يلا بيقول لي a book is made of. طبعا البوك حبيبي مصنوع منين؟ هتقول لي يا مستر بيتصنع من paper يعني من الورق. طب a bottle الازازة دي حبيبي is made of ايه؟ هتقول لي is made of plastic، مصنوعة من البلاستيك. تعالوا يلا حبيبي نشوف السؤال تاني، بيقول لي read and circle، المفروض ان انا هقرا وبعدين احط دايره. بيقول لي a bag is made of plastic، يعني ايه باج حبايبي؟ هتقول الحقيبه is made of plastic، مصنوعه من البلاستيك. فين الحقيبه اللي مصنوعه من البلاستيك؟ يلا هنحط عليها دايره. نمبر 2 a pan is made of metal، pan حبايبي اللي هو برافو عليكم يعني الطاسه، مصنوعه من المعدن، ادي الطاسه. يلا حبايبي نروح نشوف سؤال الاختيار الثالث، بيقول لي a window يعني شباك، ولا book كتاب is made of glass. يا ترى مين من دول حبايبي اللي مصنوع من الزجاج؟ هتقول له يا مستر ده window، window اللي هو الشباك. تعال نشوف نمبر 2 a coin is made of، بيقول لي ان العمله مصنوعه منين؟ احنا قلنا دي عمله معدنيه، برافو عليك، يبقى metal يعني معدن. نمبر 3 a is made of paper، يا ترى مين من دول اللي مصنوع من الورق؟ الديسك ولا البل؟ هتقول لي لا البل، العملة الورقية.
تعال نشوف number four. sharpener ولا glass is made of metal. مين في دول مصنوع من المعدن؟ اكيد مش الكوباية الازاز، يبقى sharpener اللي هي البراية. number five ولا a notebook is made a paper. قلنا حبايبي مصنوع من، اسمها made of. رفع عليكم. طب تعال نشوف number six. بقولي a is made of metal. ترى مين من دول اللي مصنوع من المعدن؟ هتقول البوت يا مستر، لان الكتاب ده مصنوع من الورق. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحه 87 السؤال الرابع. بيقول لوك ريد اند تيك. هنشوف وكمان هنقرا ونعلم. ميتال دي ولا بلاستيك؟ هتقولي لا ده ميتال. طب دي بلاستيك ولا ميتال؟ هتقولي لا بلاستيك. طب تعالوا يلا حبايبي، بيقول لي لوك ان سكرامبل اند رايت. المفروض هنرتب الكلمات دي. طبعا اول كلمه دي هتقول لي glass G L A S S، لازم خطك يبقى جميل كده. طب اللي بعدها paper، يلا نشوف البيبر هنكتبها ازاي. paper، لازم الخط يبقى بالمنظر ده حبايبي على السطور. طب اللي بعدها هتقول لي metal، ادي الام حبايبي. E T A L، لازم خط يبقى جميل كده، لو التزمت بالسطور خط هيبقى حلو خالص. طب تعال نشوف يلا الترتيب. بيقول لي is glass a glass made of. عايز اقول الكوبايه الازاز مصنوعه من الازاز. بقول حبايبي a glass is made of glass. تعال نشوف يلا التانية. made of a window glass is، عايز اقول الشباك مصنوع من الازاز. يبقى هقول a window يعني الشباك is made of glass. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال الخط، نقراه بسرعة كده. A pen is made of plastic، يعني القلم مصنوع من البلاستيك. لازم اكتب بخط جميل كده. A pen is ما بين السطور، made الام ما بين السطور، الاي ما بين السطور، الدي هتطلع لغاية السطر اللي فوق، of الاو ما بين السطور، الاف هتطلع، plastic البي هتنزل حبايبي، ال اي S T I C. A pen is made of plastic. لازم خط يكون بالمنظر ده حبيبي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله، وتابعونا في الحلقة الجاية ان شاء الله مع حل بقية الوحدة. Goodbye. السلام عليكم.